انا راني خدمت عسكريه يانا كاردز كاردز نخليت الرشيديه نخليت الريش بعاه كل شيء بلحتو راني غير نسيت نوري لك البندان نخليت وادي زيز كان في الفيضان ترى كان بيت الدنيا هذا وحنا غاديين انا عسكريه انا راشي كان عسكري واني انا غادي مع فين نمشي غادي في الكوفه ماهوش مع العسكر ديال دابا ديال دابا راه ولاو قاعدين ديك الساعه وما تركبو فديهم خضره غاديين وحنا غادي في التراب شجرنا نربوك بعرجالنا حنا كنا تمشيو معاو هذايا حنا في المكان وغاديين غاديين غاديين الرجال في الكوفه والعيالات تابعينو في داك ديال الخضره هاد لي وجه هذا قلت شحال داز عليه رحنا ضايعين وما ركب علينا حد انا ما خليت مع راجلي الريش ما خليت مع العسكر يجي ولا يديروا الزواك في ديك ثلاثه الليله كانت هجوم نوقف انا كنت عسكريه مع راجلي الله يرحمه سيكي كنت عسكريه ما معناش بحال هاد العسكر ديال هاد الوقت تجيبها وياكلوا ودليا هانيه انا دوزنا المحنه يضربوا فينا الذكر ويعرفوا الاخره تعطوني ديك 2000 ريال وميتين وانا كانوا بينقصوا راسي راه ما خليت الريش ما خليت الرشيديه ما خليت من هي بلاصه جلست منها سكنها ليها راني حيت مريضه كل شيء نسولني البلدان خنيفره ما خليت الريش عندك شي وليدات عندك شي وليدات عندي وليداتي عندي واني ما اخدم على والو عندي وليدات كل تصرف عليك حاليا كل تصرف عليك الله تبارك وتعالى الله الله ما عندي تعالى عندي دكتور صافي دابا وليداتي اللي كاينين اللي في هاد المكفى اللي موقفين ديال هادي كانوا هنا وداوهم راهم كاينين في برا هادوك دابا هذاك 10 والاخر 10 وما دابا هاد الايامات والو ما تعطوهم حتى حاجه قاعدين غير في هاد الويل ديال هاد الخروجات والخارجين الناس ولا خرجتي من هنا فين بغيتي تمشي؟ انا غادي هنا قاعده لهم حتى نموت على مال النار ديالهم من حقي كلها دار في المخزن هنا هاد الدار سكنت فيها هادي راه كانت غبخرار حيت كنت يخسروا فيها غحفره هنا غحفره هنا غحفره نوضو الصباح نسيقو الزنقه باش نخرجو الزبل كنت كنا والو تكرفستي شويه ياك بزاف تكرفي صلاحنا ما كنتش غنتكرفصو العذاب اللي تعذبنا حنا هادشي قال تشوف ما كان كان تصدقوا وتطلبوا الله والمالك لا يشوف فينا ويحن فينا اتشلي تطلبوا وتطلبوا من عند الناس كاع اللي تنشوفوا فينا يضربوا فينا الافكار ويحنوا فينا